بنحييكم مستمعينا وما كنتوا عم تتابعونا عبر أثير راديو صوت فان ضمن برنامجنا الأسبوعي مبادرات يلي منواكب فيه قضايا الساعة وأيضا مختلف القضايا الاجتماعية الإنسانية والتربوية ومختلف الصعد اللي بتحيط اليوم بحياتنا. للأسف اليوم مستمعينا ما يجري بغزة بهالشرق الأوسط فعلا بخلينا نقول أن هناك استهتار بالشرعية الدولية، هناك فعلا تمييز عنصري. أسئلة عديدة اليوم تطرح نفسها، هل المسيح يصلب للمرة الثانية اليوم؟ هل الشرق ينزف لهالدرجة؟ هل أنه اليوم كل أقوياء الأرض ما عم يصغوا لأنين الأطفال؟ ما عم يتحركوا تجاه الاحتياجات يلي هني بحاجة لها الغزاويين تجاه العدوان القاسي المدمر؟ ما موقف مجلس كنائس الشرق الأوسط؟ خصوصاً كلنا بنعرف بأنه المجلس عنده فرع بمدينة غزة بهالمنطقة هونيك، وأكيد تأثر وألحق فيه العديد من الأضرار. اليوم أكيد عم نسأل وين العدالة الإنسانية؟ وين الضمير؟ بعتقد يعني ما بعرف الأجوبة اليوم رح نطرحها على طاولة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفيسور الدكتور ميشيل عبس، حتى يحيطنا اليوم بإطار المستجدات والمبادرات يلي عم بتقوم فيها الكنيسة. زد على ذلك عم نسمع يوميا نداءات لأصحاب الغبطة البطاركة المطارنة، وأيضا المجلس كان له دور أساسي بهالنكبة يلي عم نعيشها. اسمحوا لي مستمعينا نرحب عبر زوم بالأمين العام دكتور ميشيل عبس. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك ومستمعينك، يسعد مساكي. دكتور ميشيل، اليوم السؤال الأول يلي بدي وجهه لحضرتك، هل المسيح يصلب للمرة الثانية تجاه ما عم نشوف اليوم من عنف دامي؟ منذ صلب المسيح لليوم صار مصلوب مدري كم 100 مليون مرة، بس اليوم عم يصلب عندما بطريقة قاسية. كل مظلوم في العالم، نعم عم يصلب اليوم بطريقة قاسية، يعني خلينا نشوف شو صار بأرساخ بأرمينيا بغزة. طبعا لأنه تشبيه يجوز، لأنه على أرض المسيح عم يصير الصلب. طبعا يصلب مئات المرات، مئات ألوف المرات، يصلب في كل لحظة، لأنه تنعدم الإنسانية وتنعدم الأخلاق وتحول الإنسان إلى وحش، إلى تحول الناس إلى ضواري. يعني صار عملية الصلب صار شغلة طبيعية، شغلة عادية عم تمشي على كل الناس. نعم. لأنه اللي عم يقوموا فيها ما عندهم الشيء الأساسي اللي حكي فيه المسيح واللي هو جا مشانه، المحبة والرحمة، والرحمة بالمعنى السرياني الرحمون والمحبة، نعم مش الرحمة الشفقة، الرحمة المحبة. بقى هيدا اللي عم بيصير. طبعا انه ما مش ما اللي عم بيصير مش لا يتخيله عقل ولا 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 خيال ولا منطق نعم ولا اسقاط تاريخي انه ممكن يصير هيك شيء. تقتل الناس وكأنها حشرات، تباد، هي عملية إبادة. نحن بالبيان اللي أصدرناه الأسبوع الماضي سميناها إبادة جماعية، جينوسايد، جريمة ضد الإنسانية بكل معانيها، مش بس القتل، كل اللي عم بيصير هو جريمة ضد الإنسانية، حرمان الناس من أدنى مقومات الحياة، هدم البيوت عليها، حرمانها من المحروقات والماء والكهرباء والدواء والطعام. شو بسموه هيدا يعني؟ ما شو له تسمية إلا إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية بكل معناها يعني. والناس والكون عم يتفرج، الشعوب عم تتحرك والدول ساكتة. هذا دليل قديش في لوبيات مسيطرة على الحكومات في العالم، قديش قيادات سياسية في العالم بجزء كبير منها مرتهنة وليس لها حرية التصرف. بذكرني هالشي بالحرب، حرب الإبادة اللي صارت على الأرمن. نعم. اللي خلال الإبادة أنا شغل عليها كتير، وسنت جاي عندي محاضرة صحيح بمناسبة ذكرى اليوبيل تأسيس المجلس، عندي ثلاث محاضرات، واحدة عن السريان عن السيفو، واحدة عن الأرمن بدي أدخل فيها أرساق، واحدة عن روم الأناضول. بكل هالفترة كانت الناس تبقى ساكتة، الحكومات ساكتة، بعدين فجأة وقت تخلص المجزرة وبطل في مصالح بالدق تطلع الحكومات والحكام والسياسيين يحكوا. هيدي نفاق لا حدود له، هذا نفاق يدان جدا. طيب إذا سلمنا جدلا دكتور ميشيل، نحن اليوم ما نعيشه بغزة وأيضا ما عاشته أرمينيا والسريان وما شفناه بأرتساخ، هيدي إبادة. طيب أنه لهالدرجة هناك استهتار بالشرعية الدولية؟ عن أي مواثيق لحقوق الإنسان لكن نحن اليوم عم نتحدث وعم نحكي وعم نشدد بكل كلماتنا على هالمواضيع؟ هيدي هي صارت حبر على ورق.
هلا الغرائز وقت تتحرك، والحقد والضغينة ولذة الانتقام، إذا ما في شرعية دولية تضبطها بتاخذ راحتها، وهذا اللي عم بيصير. والشرعية الدولية اللي لا تتخطى إلا البيان أو التمني أو الطلب أو قرار الأمم المتحدة، ما عم بيسترجوا ياخذوا قرار حازم بهالأمر هيدا وحاسم لحتى يحموا الشعوب، الناس المدنيين الموجودين هنيك. وبالتالي إذا ما في قوة قاهرة ملزمة تمنع هذه القوة المتغطرسة أن تقوم باللي عم تقوم فيه، رح تستمر. مين بده يمنعها؟ القوة بدها قوة أكثر منها، الرطل بده رطل وقوية. بقى هون كل اللي عم يعملوه تمنيات، مظاهرات، تحركات، بس عم يطردوا السفراء. أوكي يطردوا السفراء، بس بعدين شو بصير يعني؟ بيرجعوا عم يرجعون، بكون اللي مات مات. كمية القتلى اللي صارت مش طبيعية، كمية الدمار، ما بعتقد هذا دمار عم بيصير مشان يرجع يتعمر بعدين. هذا من الواضح انه دمار إبادة جماعية ذات الوقت، ترانسفير، نقل شعب، تهجير. نقل الناس، نعم تهجير. ايه تهجير، تهجير دون عودة، تهجير دون عودة. يعني الا اذا كان صار في قرارات سياسية ملزمة وكثير كبيرة، ما بعرف. بس اللي عم بيصير ما بيوحي انه في مجال يفكر بالعودة. نعم بقى هذا الوضع. بالنتيجة هذا مشروع قديم موجود عند دولة الاحتلال من يوم اللي احتلت فلسطين ب 48 وعملت دولتها عليها. كمان عم تكمل المسار هلا. وانا برأيي في خطر مش بس على غزة، في خطر على الضفة الغربية، في خطر على البلدان المحيطة. انا بخاف على جنوب لبنان، بخاف على الجولان، حتى بخاف على الأردن رغم كل الاستقرار اللي فيه. يعني هذه الدولة ما لها مصلحة يكون في استقرار بأي دولة من دول المجاورة لها. وهي الدولة دأبة الحروب، بس للأسف كمان، بس ما بدي أعمل ملكة أكثر من الملك، إنه شعبها هي عم يتدمر كمان، واللي قسم كبير منه بريد السلام وما بريد الحرب. وفي كثير من يهود العالم تحركوا بالعالم كله ضد اللي عم بيصير. هذا الشيء اللي بدل إنه هذا مش مربوط بدين، مربوط بدولة عنصرية، نعم لأنه أغلب الحكام اللي بكونوا بهالوضع بكونوا ملحدين، ما بكونوا متدينين. مربوط بدولة عنصرية، دولة عسكرية همجية مسلحة همجية يعني فعلا همجية، ما طبعا همجية للأسف. دأبها أن تقيم الحروب وتدمر هذه الشعوب. وأنا ما يعني ما ببعد أبدا بتحليلي بهالسياق هيدا من دور الشركات العملاقة التي تتعاطى ببندين، أخطر بندين في العالم، هن السلاح والذخيرة من جهة، والنفط والغاز من جهة أخرى. وحيث هناك ثروات طبيعية تذهب حاملات الطائرات وتأتي جيوش لتقوم بذلك. ورح يبين بعد الزمن أنه في ورح الحرب اللي صارت بالشام، طبعا حرب العراق معروفة شو قصتها، اللي صارت ببلاد الشام واللي صارت بلبنان قبل، واللي هلا عم يصير في وراها ثروات طبيعية أو ممرات جغرافية لأنابيب نفط أو غاز أو لخطوط التجارة العالمية. نعم هذه القصة كلها سوا. والشركات بتجيب الجيوش، هالناس بتموت من شان هالشركات تحكم بالعالم أكثر. نعم هاي للأسف هي الرأسمالية المتوحشة اللي كانت قادرة ضمن الليبرالية اللي قامت عليها بالأساس تعمل مجتمعات جميلة جدا بالحريات والإبداع والابتكار الموجود فيها، حولته إلى القتل والفناء والدمار، وهذا الشيء بشع كثير للأسف. للأسف. نعم طبعا دكتور ميشيل، مجلس الكنائس اليوم كيف عم بيتابع الأوضاع الإنسانية هونيك؟ ومنعرف إنه في مكتب مجلس الكنائس الشرق الأوسط بغزة أيضا يعني دمر بالكامل. إذا فيك توضعنا بإحاطة كاملة للأوضاع الإنسانية، كيف عم بتتابعوها على الأرض؟ نعم، بالحقيقة المجلس عنده دائرة اسمها دائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين. نعم الدائرة هيدي من أقدم دوائر المجلس، حتى في قسم منها كان مؤسس قبل إنشاء المجلس من الأربعينات، بآخر الأربعينات أو الخمسينات، وبعدين بالستينات. في إلهم هالدائرة مؤلفة من 5 دوائر فرعية، في دائرة بلبنان للمهجرين الفلسطينيين إلى لبنان، في دائرة في الأردن بعمان، دائرة ببيروت، دائرة بعمان، دائرة بالقدس، والمكتب المركزي بالقدس كمان بذات المكتب، وفي دائرة بالناصرة،
وفي بالجليل يعني، وفي دائرة في غزة. من أول ما بلشت الأحداث، الدائرة المركزية تبع هالدائرة يعني الإدارة المركزية تبع الدائرة تحركت وعملت نداء من أجل جلب مساعدات بهالوقت هيدي صار إنه دمر المكتب تبعنا وقصف المستشفى المعمداني اللي هو مستشفى نعم الأنجليكان اللي يدار من الكنيسة الأنجليكانية، اللي رئيسها عضو باللجنة التنفيذية عندنا. مديرة المستشفى هي رئيسة لجنة غزة في مجلس كنائس الشرق الأوسط. نعم تحركوا كمان، نحن تحركنا طبعا، بس نحن ما فينا نعمل إلا بين، وعملنا ندوات ومقالات إنه ما قادرين نتحرك أكثر من هيك نحن. بس حتى نعم لو الدائرة المعنية بخدمة فلسطينيين أمنت التمويل اللازم، مش قادرة توصل شيء هلا، ما حدا في يوصل شيء هلا أساسا. إذا قدروا أمنوا مواد وحاولوا يوصلوها عبر مصر، عبر معبر رفح بكون، وإلا من تاني ميلي مش ممكن بتاتا، وكل منطقة عمليات عسكرية. بس اللي يعني هلا ما قادرين يعملوا شيء إلا اللي موجود جوا، بس كمان الموظفين الطيشر وما عاد فيهم يلتقوا بمكان، لأنه مكتب انقصف وانصاب وتدمر، والموظفين صاروا موزعين كل واحد بمطرح. ما عاد تعرفت بالتفصيل شو عاد صار، بس مبدئيا ما فيهم يعملوا شيء. يعني مشاريع اللي كانت ماشية هنيك أساسا هي مشاريع تنموية، ما محضرين للإغاثة. يعني يمكن عندهم مواد إغاثة، فيهم يجيبوا إغاثة، بس وقت ما عاد في مواد بالسوق، لا عاد في مجال للتنقل، ولا عاد في مجال لاستيداع البضائع، شو بدهم يعملوا؟ حاصرين البرامج حاصرين التنمية والتأهيل، نعم عم بيعيشوا حصار. حصار طبعا. أكيد برامج التأهيل هي أكتريتها كانت برامج تأهيل وتنمية، تدريب مهني، تدريب اجتماعي، تدريب توعية على الحقوق وغيره. مش يعني الدائرة مزدهرة جدا كانت بغزة وناشطة. هيدا كله أكيد واقف هلا، ما في يعمل شيء حدا تحت، وقت في لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هلا نعم المعركة صوت عالي، والناس عم تنطر تشوف شو بدها تعمل بعدين. دكتور ميشيل، بس صار في أكيد تواصل الأمريكي بينكم وبين الكنيسة هونيك مع المطرانة الأرثوذكس مع طبعا الواعش؟ طبعا كل ما يصير شيء. امبارح نشرنا اشياء متعلقه بالمركز، كمان مركز الثقافه الارثوذكسيه في غزه نعم نزلوه، في مراكز تانية، وحطينا على الموقع عندنا صوره صحيح الاطفال عم بيصلوا بكنيسه اللاتين، نزلت الاذيه حدهم ارعبتهم والى ما هنالك. يعني المشكله انه المواقع اللي هي المفروض تكون مواقع محايده وبيتخبوا فيها الناس عند الحزات، ما عادت مواقع محايدة بالنسبة لدولة الاحتلال. إنه وقت يقصفوا محيط أو ملعب أو براح المستشفى، شو في براح المستشفى؟ ناس قاعدة مخيمة هونيك معتبرة إنه هون مستشفى كنيسة آمن. إذا اعتبرنا إنه عم يتهموا جوامع إنه فيها قيادات حماس وجوامع صارت معرضة، وهذا كمان أنا برأيي مبرر لقصف الجوامع. طب الكنائس شو فيها قيادات؟ مين عم تضربوها؟ مركز القديس بيرفيريوس، مركز الاجتماعي او المركز بيت الرعيه، لشو ضربوه؟ لو ما مساعد انه جزء منه وقت وقع لقي على حيط الكنيسه، كان نزل على اللي فيه، كان غير 16 قتيل، كان راح 160 قتيل يمكن، شو بعرفني. انه ما عاد يعني حرب، بس حرب يعني الحرب، حتى الحرب لها ضوابط، في معاهده جنيف، في معاهدات اخرى معموله لضبط الحروب، لانه بيعرفوا الناس انه عند الحروب بصير في عنف كتير. بس عمليا حتى معاهدة جنيف ما عادت محتاجة أساسا. دولة الاحتلال ما موقع عليها ومش موافقة عليها، عم تتجاهلها، وقد ضربت محيط الكنائس والمستشفيات عم تقول أنا ما عندي خطوط حمر. هذا بالنسبة لي أنا هيك بقراها. وعلاقاتك واختصاصاتك، وحضرتك متخصص بموضوع الإبادات ودارسهم، يعني نحن لوين رايحين؟ وليش هالتعمد من إسرائيل تضرب البنى التحتية في غزة لهالدرجة، وهالتدمير الوحشي اللي ما له ضوابط قانونية، هالتمييز العنصري بتفرض علينا منطق الاحتلال بالقوة، نحن لوين رايحين؟ بالحقيقة أنا برأيي اللي بلش الحرب واللي مخطط لها الحرب مش عارف لوين رايحين. الحرب بتعرفي كيف بتبلشها، ما بتعرف كيف بتنتهي، بس أكيد رايحين نحو دمار أكثر، نحو تشرد، نحو فقر، نحو بؤس، نحو حصار أكثر. ما بعرف يعني هالبطاقة، هالكارت بلانش المعطية لدولة الاحتلال تعمل بدها إياه، دليل إنه البشرية جزء كبير منها المجتمع السياسي الدولي فقد قيمه وفقد معاييره، وصار بالنسبة له الموارد
الطبيعية والموارد الصناعية والموارد المالية أهم من الموارد البشرية، وبالتالي فيهم يقضوا عليها مثل ما بريدوا، ورايحين لانعدام القيم أكثر فأكثر. هيدا ضربة، ما بدي فلسف الأمور هلأ ما وقت، هلأ في وقت الناس المشردة وميتة وجوعانة ومريضة ومجروحة ومعطوبة، بس بذات الوقت في يفكر شوي على صوت عالي يقول إنه هيدي مرحلة انعدام القيم بشكل نهائي. من غير شيء نحن البشرية بلش تفقد قيمها بوجود كل هالنزعات بالعالم الشيطانية والنزعات الجنونية، بس بذات الوقت إنه نوصل لهون، إنه في حروب ما بعود إلى ضوابط، إنه في إلى أساليب لمعاملة الأسرى ولمعاملة القتلى ولمعاملة الجرحى، إنه خلص إنه في مشكلة قيم بالعالم كله، في مشكلة قيمية بالعالم. نعم دكتور ميشيل، دايما حضرتك أمين على موضوع العدالة الإنسانية، وللحقيقة هذا موضوع دايما عم تطرحه بالإم إي سي سي بمحاضرات متعددة بشكل دائم، الكرامة خصوصا والكرامة مع الأزمة اللي تعرضت لها غزة، هالإبادات وهالاحتلال وهالعدو الخطير بشكل فعلا خطر علينا. يمكن كثفتوا المحاضرات حول موضوع العدالة الإنسانية، قديش نحن بحاجة فعلا نرجع نجدد ذاتنا تنفهم موضوع العدالة. يعني أنا أي عدالة اليوم بدنا نتحدث، وهالدمار الدامي وهالعنف الخطير، قديش الناس بدها توعى، خصوصا يلي مثل ما سميتهم القوى الكبيرة المتصارعة على النفوذ، قال هي بتحكي بموضوع حقوق الإنسان والعدالة أكثر منا. ايه نعم، نحن بنحكي على طول، عندنا صرنا عاملين 18 ندوه عن الكرامه الانسانيه والعداله. مشكلتك انه فيك تعمل مش 18,000 ندوه عن الكرامه وعن العداله، تجيك حرب وحده مثل هيدي بتروح كل شيء. هذه المشكله، انه وقت اللي بترجع اصوات البدائيه تنتشر في المجتمع، اصوات الحضاره تنتفي على طول. البدائي بيغلب. يعني في مسرحية لزياد الرحباني اللي عملها سنة 94 بخصوص الكرامة والشعب العنيد، بآخر مشهد فيها والناس ما انتبهت له قديش خطير هالمشهد، وقت اللي إجا الوحش من الغابة بلش ياكل كابلات الكمبيوتر، وكل ما عديت الكمبيوتر قال له شو طيبة هالمواد اعطونا منها بعد تنكلها، وبالآخر بقول له زياد الرحباني العسكري اللي هو مسؤول عن أمن المجتمع، يا أرض انشقي وبلعيني، وبينزل في المسرح. هذا أنا برأيي من أخطر مشاهد تاريخ المسرح العربي والمسرح العالمي، وهذا الخايف منه أنا، تكون البدائية عم ترجع وتسيطر، لمن القبائل والجحافل كانت تسيطر، هذا الخايف منه يصير بهالشكل. وبالتالي البشرية شو بعدها ضوابط؟ هي ضوابطها البشرية تاريخيا كان الدين، بعدين اجى القانون، وبين اجى علم الاجتماع وطرح القيم والتربية والمدرسة والفن والثقافة والنحت والموسيقى والسيمفونيات و شو بنرجع بدل كل هول بروحه بحل محله صوت المدفع وصوت الجريمة وصوت السكين الذي يقطع الرقاب. يعني هيدا اللي صار هلأ بغزة هو مؤشر إلى انحدار، وردود الفعل العالمية من جهة السياسيين بالعالم نعم هو مؤشر إلى انحدار ضخم جدا في منظومة القيم العالمية، واللي بحمل قسم منها للإعلام مش بالشق المرتب اللي بتعمليه حضرتك والزملاء تبعولك، بس بالشق اللي بيسمح بالإعلام إنه يطلعوا كل غباءات وكل موبقات العالم يطلعوا للملأ. هذا الشيء اللي بخوف، ما عاد في ضوابط للأمور، وبالتالي بدنا كتير وقت نرجع نسترجع الحرب الصغيرة نعم بغزة هالمحدودة، هيدي 365 كيلومتر مربع مليونين وربع من الناس، رح تكون درس للعالم ولمرحلة جديدة من البشرية، من تاريخ البشرية. نعم دكتور ميشيل، حضرتك تفضلت وتحدثت عن موضوع الإعلام، شو مسؤولية الإعلام اليوم بزمن الأزمات؟ وإذا بدي أحكي أكثر عن الإعلام المسيحي تحديداً. أها ممتاز هذا السؤال. الإعلام طبعا أولا، هلا بفهم الصحفي يحب يعمل سبق إعلامي، بس أنا برأيي الإعلام، وأنا من الشاغلين بالإعلام بالجامعة، اشتغلت فترة طويلة بالإعلام بالتدريس الإعلام. الإعلام هو وسيلة معرفة، وصل له المعلومة، information، معلومة ورا معلومة بيتجمعوا بصيروا مجموع معرفة بعقل الناس.
إذا الإعلام ما كان اعتبر هيدا دوره، إذا اعتبر بس دوره يعمل سبق إعلامي شو ما كان الثمن يكون، بكون عم بمارس خطر شديد بحق الجنس البشري. وإذا الإعلام سمح سمح لكل شيء بيريد يطلع على الإعلام إنه يطلع، بكون شيء خطير جدا. في أشياء عم تطلع على الإعلام مشينة، في أشياء عم تطلع بالإعلام معيبة، وفي أشياء عم تطلع بالإعلام مسخفة للعقل البشري، في أشياء عم تطلع للإعلام مهينة للعقل البشري وللنفس البشرية. لازم يكون في طريقة لفرز الأمور، مش إنه بتركهم يحكوا مين ما بده وشو ما بده يحكي مين ما شو ما كان وبعدين بنشوف شو بنعمل. لا، هيدا طبعا هيدا الناحية الإعلام عامة، وإنه بقدر ما في صحفيين راقيين جدا وصلوا الإعلام الجميل اللي فيه منطق وفهم وتحليل علمي، بقدر ما في ناس منهم يمتهنون مهمة السبق الصحفي شو ما كان شكله يكون وبأي ثمن اللي كان. الإعلام المسيحي غير وضع، الإعلام المسيحي طبعا دوره هادف أكثر، عنده معيار للفرز شو بينقال شو ما بينقال. الإعلام المسيحي يحمل عقيدة، هو وقت حكي المسيح عن السراج لا يوضع تحت المكيال. الإعلام وقت يطلع من فوق المكيال السراج بكون هذا الإعلام المسيحي، إنه وقت عندي أنا سراج ما بخبيه بالبيت، بحطه على السطح، بحبه على رأس الجبل، بحطه حتى الناس كلها تشوفه. الإعلام المسيحي دوره أن يركز على القيم المسيحية، على أقوال المسيح، بدون كثير من التأويلات والفلسف والتحاليل، بس يرجعوا لنصوص من الإنجيل، يرجعوا لأقوال السيد، يرجعوا لموعظة على الجبل ويدرسوها لهالناس، يحفظونها عن غايب تيفهموها ويفهموا قيمها مظبوط ويحللوها بالشكل المناسب. هذه كافية بالنسبة إلي تيوعوا الناس ويشتغلوا بعقول البشر. لا سبيل لإصلاح المجتمع إلا بإصلاح عقول البشر فردا فردا، وهي وردت في الإسلام كمان: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العمل على الإنسان وتوعيته بالإعلام المسيحي، وقت تدخل القيم المسيحية وتذكري فيها وتربي عليها الناس، أفضل من الوقت اللي عم بضيعوه على الموبقات، على السخافات عم تطلع بالإعلام. هون دور الإعلام المسيحي يكون أجريسيف بين مزدوجين بالمعنى الأمريكاني، يعني مش عدائي، يعني هجومي وجريء جدا. هذا شيء عم تقوم فيه المحطات عم المسيحية يقول للتوعية. الحقيقة، يقول الحقيقة. أكيد مفروض ما يسكت عنه، لأنه ما في يكون شيطان أخرس إعلام المسيحي، المفروض بده يهجم على كل هولي ويفرض حاله عليهم ويفرجيهم انه في هون الحقيقه، هنا تكمن الحقيقه وهون تكمن القيم، والا بنكون عملنا كارثه. ودوره انه يصوب مسار الجنس البشري، في يقول مسار الخلاص، والخلاص مش بس من الشيطان، والخلاص من جهنم، خلاص بالحياه اليوميه بالتعامل الناس مع بعض البعض، لان الشيطان موجود في الاخر احيانا وفينا نحن احيانا. هون دور الإعلام المسيحي يكون قادر يوصل الصورة الشميلة والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة للناس. نعم دكتور ميشيل، هل عم تتخوفوا مثل كل هالناس اللي عم يعيشوا حالي كمان من الخوف أنه تتوسع رقعة النزاع إلى لبنان؟ عم نشوف في خطة طوارئ عم تنعمل بكل المناطق اللبنانية وعلى مختلف الصعد، تربويا، صحيا، أمنيا، نعم حتى إعلاميا، عم بيكون في خطط إعلامية طبعا. لمواجهة الحالات الطارئة. نحن من ناحية التواصل والعمل للمجلس كمجلس، بلشت بالأشياء الصغيرة اللي هي بسميها براتيكو براتيك. نحن حاضرين من أول يوم، من 8 9، يعني من 9 تشرين الشهر يوم الاثنين، لأنه بلشت الأحداث يوم سبت. عملنا خطة طوارئ لكل عملنا من ناحية المعلوماتية تبعنا وقدراتنا على التواصل والعمل مع بعض. عملنا الخطة طبعا، بذات الوقت بلش الفريق تبع الإغاثة يحضر، بده يحاول يستجلب تمويل للي تهجروا من الجنوب. ما فينا نوسع اكثر من هيك، لانه لبنان منه هو بحاله حرب حاليا، بس اي ساعه اللي بصير اي شيء نحن حاضرين انه نقدر نطلب مساعدات حتى نامن مساعدات. يمكن تتاخر شوي عن غيرنا، في ناس حاضرين اكثر منا لانه شغلتهم هن الاغاثه المباشره اكثر شيء. الكنائس والهيئات الكنسيه بيكون عندها تحضيرات اكثر، نحن عندنا تحضيرات دائما بتمثل فينا بحلب لامور التنميه والتاهيل اكثر، بس نحن حاضرين طبعا لاي طارئ بده يجد علينا. هلا نتخوف ما يتوسع النزاع، ممكن يتوسع ممكن لا، هذيك الكم يوم توسع كثير، هلا لجموا يمكن بانتظار بده يصير هاليومين من
خطاب بالتواصل مع وكلمات. نعم الإعلام. نعم، بس ننطر تنشوف. بس يعني نحن مؤسسة، يعني نعم قدرات دول اللي بدها، ما أدري نحن نعمل مثلهم، بس قادرين نتعامل مع الأمور بمنطق البحث التي تسند الخابية، وبمنطق أنه نساعد الناس على أن تحسن أوضاعها، بس ما فيها نقلب لها إياها رأسا على عقب. هذه دول ما فيها تقيم فيها. نعم دكتور ميشيل، حتى ننقل شوي كمان للشق الرجاء. بالرغم من كل شيء هلا عم بيحيطنا بهالسوداوية، نحن دايما بنقول نحن أبناء الرجاء وأبناء النور، ما بننهز وما بنركع قدام أي صعوبات. هيك علمتنا كنيستنا، وكل واحد بيفكر بالانتماء والمواطنة لبلده، هيك لازم يكون عنده هالمبادئ السامية. مجلس الكنايس كمان عم يتحضر للاحتفال باليوبيل، لتأسيس اليوبيل الذهبي مثل ما تفضل الدكتور ميشيل، وحضرتك عندك سلسلة محاضرات. كيف عم يتم التحضير لهذا اليوبيل لحتى نستفيد اليوم من وجودك معنا على الإذاعة؟ هيك تقدر تعطينا سكوب، بس ولكن سكوب إيجابي. أهلا فيك وبإذاعة فان. فان عزيز علي، وكل ما يمت إلى فان بصلة عزيز علي. هن من أول من عاشوا اللي عم بيعيشوا الناس هلأ. طبعا طبعا بالحقيقة عملنا برنامج متكامل ببلش ب 15 تقريبا، كانون الثاني ال24، وينتهي في كانون الثاني أو شباط 25. ببلش بريسيتال بأمسية روحية ضخمة جدا رح تنعمل ببيروت، سوف تدعى إليها جميع القيادات الدينية والكنسية والروحية والإدارية والسياسية وغيرها، وبكون ضمن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، نعم ومن ثم تستمر الصلاة. بعدين في مجموعة من النشاطات خلال السنة كلها، ما رح نغير برنامجنا إلا أن نشاطاتها رح تكون إلى موجهة أكثر إلى اليوبيل الـ50، في نعم سلسلة ندوات تقييمية للمجلس، في سلسلة محاضرات. بده يجوا أمناء مجالس الكنائس في العالم كله يجتمعوا في بيروت بنيسان 2024. طبعا خلال أسبوع الوحدة كمان فاتني أولى أنه رح يكون في اجتماع لشركائنا الدوليين حلو في بيروت، يتزامن مع الريسيتال، مع الأمسية الشعرية الأمسية الروحية، ومع أسبوع الوحدة. رح يكون في تحضير إلى شرائط، إلى روبورتاجات عن تاريخ المجلس. طبعا عم نحضر كتاب عن تاريخ المجلس، ألبوم صور، ألبوم مجموعة نصوص. وبده يكون في اجتماع كمان عام مشان نذكر بتأسيس المجلس في أيار الـ74، وفيك انتخاب كمان للأمين العام، للأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بكون سنة الجاي لازم بين أيار وأيلول يصير انتخاب. وكمان بده تستمر النشاطات لحد سنة الـ25، سنة اليوبيل تبع مجمع نيقيا، يعني عاملين شوفرشمان بيناتهم، عم نربطهم ببعضهم. نفتتح السنة تبع مجمع نيقيا بصلاة الوحدة، وتنتهي السنة اليوبيلية. وعم نحضر كتير اشياء لها علاقة، عم نحضر مثل لوجويات، مثل منشورات، في كتير اشياء عم تتحضر. طبعا برافو. نعم تفاصيل كتير بتاخد وقت شرحها، بس كل اللي لازم عم ينعمل. نحن منا اهم من غيرنا، غيرنا بكون عنده يوبيل ال100 وال200 ما بيعمل هالقد، بس نحن لانه مجلس مرق بأزمة كبيرة واظهر قدرته على صراع البقاء. مجلس مرق بأزمة كاد أن يقفل، كاد أن يلغى تاريخيا، ورجع فيه بقدرات الخيرين والطيبين والقياديين، بقي واستمر، وهلأ نحن بمرحلة إعادة الانطلاق من جديد. نعم يعني كمان دكتور ميشيل، الحمد لله أنه كمان بهالفترة الأخيرة عم نشوف كتير نشاطات مكثفة للمجلس، محاضرات، عم انفتاح على الآخر بشكل موثق وشفاف وواضح. هالنشاطات اللي حضرتك ذكرتها كمان اللي هي تمهيدا للاحتفال اليوبيلي، سبق مؤتمر كلنا شاهدناه عن موضوع البيئة والعدالة الإنسانية كمان ضمن موضوع البيئة، يلي له بعتقد مؤتمر رح يصير بدبي، هيدا يمكن تتمة لقاله رح يصير بهالأشهر القادمة. يس، يعني هيدا نعم، المؤتمر قديش كان مهم، قديش نحن كنا فعلا عيوننا مغمضة عن موضوع البيئة وما كنا عم نعطيها أهمية على المستوى الكنسي. نعم،
بالحقيقة المؤتمر اللي صار هو سيمبوزيوم عن التغير المناخي، كله المناخ هذا البيئة. نظمته دائرة اليهود وحدة العدالة البيئية، نعم اشتغلوا عليه الأسيسة ريما نصر الله، بنوجه لها التحية والمحبة، والأب أنطوان الأحمر مدير دائرة اليهود، بنوجه له كمان تحية والمحبة. وكان مؤتمر ناجح جدا، وطلع منه توصيات كتير كتير مهمة لمستقبل عمل الكنيسة في المجال البيئي. هذا الشيء كثير مهم نذكره، نعم انه في مجموعه توصيات كثير مهمه رح نعلن قسم منها في اللي حكيت عنه بدبي. هلا بحكي لك شو قصه دبي. هلا المؤتمر هذا اللي صار خلص، عمل تقريره وكل شيء وكل اللازم، هلا عم نعمل التقرير الرسمي النهائي. اهم شيء اللي طلع منه، او اهم شيء التفاعل اللي صار، محاضرات التي تليد والندوات التي عقدت ضمنه والتوصيات اللي هي مهمة كثير. والمعرض البيئي يلي صار، معرض طبعا البيئي طبعا الهادف يلي طبعا أعطانا البيئي صورة كان على واضحة ايه، عن طبعا من التنمية ضمنه كان في المستدامة. معرض بيئي، نعم عملنا عنه الافلام وكلها، نزل عنا ريبورتاجات على مواقع المجلس. صحيح. هلا في مؤتمر الكوب 28 اللي بده يصير بدبي، هذا شيء له علاقة بالامم المتحدة، بس في جناح منه هي للمؤسسات اللي هي عندها ايمان وعقيده، يعني الفيث، نعم فيث بيزد اورجانيزيشنز، اللي ضمنه مجلس كنائس العالمي، مجلس كنائس الشرق الاوسط. خلال هالمؤتمر هيدا اللي بضم حوالي شي بيقولوا 20 شي بيقولوا 30 الف شخص، ما بعرف ايش حيكون في هنيك مدينه، رح يكون الصلاة رح يكون فيها مجلس كنائس الشرق الأوسط، الأب أنطوان الأحمر هو رح يصلي، هو رئيس دائرة البيئة، دائرة اللاهوت. اللي ضمنها وحدة العدالة البيئية، نعم بس كله عن تغير المناخي. وبذات الوقت رح يكون في كلمتين، كلمة لأمين عام مجلس كنائس العالم الأسيس جيري بيلي، وكلمة لألي أنا كأمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط. وفي لقاءات تانية رح تصير، القداس البابا رح يكون هناك، بدنا نحاول نشوفه، نحن عرفنا بس من يومين، امبارح او اليوم، انه رح يروح. اليوم تم نشر الخبر على مواقع التواصل. اي يمكن يوم بكير اجاني النبأ، اي يوم بكير يمكن، صحيح. وبذات الوقت رح يكون في لقاءات مع قيادات روحية، قيادات سياسية، لأنه أهم شيء نقدر نطور التشريعات والتوعية مشان نعم الحفاظ على والتغير المناخي واللا عدالة، العدالة البيئية مش موجودة، بمعنى أنه في مجتمعات عم تسطي على مجتمعات، عم تسطيلها على ثرواتها المائية، على بعض أراضيها، عم تأذيلها أراضيها، أو ما عملتها مكب نفايات أو غيره، هي كلها بده ينحكى فيها. بس الأجندة البيئية أجندة ثقيلة وخطيرة، والناس مش واعيتها لأنه تغيرها بطيء، ما بلاقي نعم حال. اللي صاروا بعد 30 40 سنه مثل ما صار فقط طبقه الاوزون مثقوب والاحتباس الحراري، وهن على مدى 10 سنين ما معهم خبر شو عم بيصير. يعني كل شيء ظاهره، كل ظاهره فيها تحولات بطيئه ما بتوعاها الناس بسرعه. الحمد لله عم يوعوها هلا، ما نعم لنا كثير مأخرين، السنه جامعة روتار، بس في كثير مجهود بده ينعمل لتصحيح ما جرى، الاضرار اللي صارت موجوده. الله يقويكم دكتور ميشيل، أكيد نحن رح نكون معكم على الله مواكبة يخليك. بكل هالنشاطات القيمة يلي فعلا بتعطينا تقل على مختلف المستويات. فكيف بالحري إذا كنا اليوم عم نتحدث عن مجلس كنائس الشرق الأوسط. كلمتك الختامية عبر أثير راديو صوت فان ضمن برنامجنا دكتور ميشيل. كلمة الختامية إنه الله يهدي الناس، ونحن الله يساعدنا تنساعد الناس تهتدي إلى ما نعم هو خير صلاح البشرية. هذه الأنا القاتلة عند الناس، أنا لا أتوق ولا أدعي أننا يجب أن ننزع الأنا من الإنسان، الفردية موجودة عند الإنسان، نعم بس فردية فاضية واللي بتتمدد على حساب غيرها هذه المخيفة، وإذا صارت بشكل دول وجيوش هونيك بتصير قاتلة جدا جدا. نعم بقى بالمحبة، ما في يزيد شيء عن اللي قاله السيد من 2000 سنة، بالمحبة إذا اشتغلت، إذا فعلت المحبة فينا قادرين ننتصر على نعمل. كل شيء. نعم شكرا لك أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط بروفيسور دكتور ميشيل عبس. مستمعينا لهون بينتهي برنامجنا مبادرات، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.